في كل الأحوال لهذا الأسبوع. بعد شرائها ميناء حيفا، الهند تساهم في تعميق الاحتلال وتدويله. نقاش محتدم في لبنان بشأن معضلة النازحين. لا، السوري ليس عدوك. رحيل سلمى الخضراء الجيوسي، ذاكرة فلسطين والأندلس وسفيرة الأدب العربي الحديث. وقفة احتجاجية في تونس، الحرية الأكاديمية لا تبرر التطبيع مع العدو. كل ما يعلم يقال، تابعونا. في كل الأحوال، يأتيكم الخميس الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القدس الشريف.